اهلا بحضراتكم من جديد. ومن ثواني خلصت مباراه كره اليد طبعا بفوز الدنمارك فرق جون بعد ضربات الجزاء. الحقيقه مباراه يعني النادي الاهلي او المنتخب مصر لا يستحق الهزيمه. يعني للاسف انا دايما بحترم طبعا النتيجه في الاخر، ولكن الولاد تعبوا جدا جدا جدا، وده بطل عالم، والحقيقه كنا نستحق التاهل، ولكن هارد لك لمنتخب مصر. انتوا ابطال وفي نظرنا كانكم خدتوا كاس العالم. ومين اللي خد احسن لاعب يا جماعه؟ علي زين خد احسن لاعب في المباراه، بالرغم من يعني ان هو جه لاخر ضربه جزاء. ولكن يعني انا عايز اقول لكم ان احنا لا يمكن ابدا نقدر نحمل علي زين مسؤوليه المباراه نهائي. وده الكلام اللي قلته عن الجمال في بدايه الحلقه. يمكن دينا ماتش كره اليد كنا هنبقى مبسوطين جدا لو كنا صعدنا. بصراحه يعني بس خلاص قدر الله ما شاء فعل. هي مش قد اللي عليهم بالذات. وزينا في الباسكت برضو زي برضو ماتش امبارح بصراحه. محدش يعني قصد ان هو يضيع. انا من وجهه نظري يعني المتواضعه بصراحه، انا مش شايفه ان الجمال عليه عبء. يعني هو ده توفيق وربنا مش رايد.